القيمه ديال المشاركه المغربيه، خاصه ان المنتخبات المغربيه في المباريات ديالو الاعداديه والمعسكرات الاعداديه واجه منتخبات من قينه كبيره، ابرز الارجنتين، البرازيل، ايران، غيرها من المنتخبات، وتعلم جيدا قوه العناصر الوطنيه وايضا المنتخب الوطني المغربي. ان التشكيله قبل من نعطيك الكلمه نبيه لنسيان ايضا هونزو نصرار وايضا البقاليه، هذو هما الاسماء الاساسيين اللي غادي يدخلوا كبدايه في المقابله ديال اليوم، وهما الاسماء اللي غادي يكونوا حاضرين على مستوى التبري فيما الاسماء الاحتياطيه اللي ممكن تدخل في اي لحظه. هناك يكون من الشيريلو، دحاليج، ريش، جواد، الادريسي، بوريط، همزل، اسماعيل، لاعب ديال صقر اكادير، شعرو ايضا، ريس بوزيد، هنالك الرئيس الفني. تشكيله ديال العناصر الوطنيه، شنو رايك هشام؟ المواجهه الاولى هي اللي كتخول لك بانك باش تدخل في هذه التظاهره اللي فيها عديد ديال المقابلات، فكتعطيك ثقه كبيره، وخصوصا الاستعدادات اللي قام بها المنتخب الوطني ليواجه منتخبات كبيره، فهي كتعطي واحد الثقه كبيره وواحد حافز للاعبين، والدخول في هذه المنافسه بواحد الشكل اللي كيكون سهل، والاستئناس مع مع التظاهره وهذه المنافسه بشكل سريع. المنتخب الانغولي منتخب اللي هو قوي في القاره الافريقيه بحكم بانه كان من ثلاثه الاوائل اللي تاهلوا في النسخه الماضيه ديال كاس العالم، فسي هشام بكيك عنده درايه كبيره بالمنتخب الانغولي، هذه المواجهه الثالثه، فكنظن بان الامور غادي تكون جاهزه ان شاء الله، والتركيز ديال اللاعبين فهو تركيز كبير، وراه اللاعبين عندنا راهم واجدين وبواحد المسؤوليه اللي غادي تكون على عاتقهم وبانهم عارفينها، والحمد لله فاللاعبين ديالنا كسبوا واحد الثقه كبيره، عندنا خليط ديال اللاعبين ما بين اللاعبين ديال التجربه ولاعبين الشباب اللي انضموا للمنتخب المغربي، فكنظن بان التحضيرات دارت واحد الاجواء رائعه، فكنظن كنتسناو ان شاء الله غير الانتصار في المقابله الاولى باش تعطينا واحد الثقه كبيره في باقي المقابلات. إذا أيمن كمون من تونس، معية نبيل قديش أيضا من تونس، بيدرو لويس أيضا حكم ثالث، فهذه الأسماء اللي تقود نقولوا الحكام ديال هذا اللقاء. بالنسبة للخمسة الأساسيين كنشوفوا هنا من كوميتو، برولو، أيضا أندرسون وجو، هذه الأسماء الأنغولية اللي تدخل لهذه المقابلة، ميكايل ألكسندر، جابرييل كوميتو، فونتوريا، أيضا بروليو، فورتيس، أندرسون، غابرييل فرانسيسكو، جاو كامبانغولا، الاسماء الاحتياطيه هنالك كافالو، سانتوس، بنجامين، سيليستينيو، ناسيو، كارسيا، ادبرغ، سانتوس، اديريتو، بيريرا، نيلسون، كافايو، باولو، وايضا ناسيو دينيلسون. هذه تشكيله ديال الاحتياط ايضا واللاعبين اللي ممكن يدخلوا في اي لحظه بالنسبه للمنتخب الانغولي. يقودهم ماركوس انتونيس مدربا فيما يقود المنتخب الوطني المغربي. شمبيك على الصوره المحاضر الدولي المدرب المنتخب الوطني المغربي، والذي يسير ويقود السفينه بشكل رائع على مستوى المشاركات ديال كره القدم المصغر او الفوتسال بالظهور الجيد والمثالي في كل المحافل التي يقودها. هذا ماركوس انتونيس اللي تحدثنا عليه من الاسماء التي تقود كرة القدم الانغولية داخل القاعة، دور ديال المدربين كبير، وانت مدرب معنا سي هشام. خصوصا في كرة القدم داخل القاعة فالدور ديال المدرب كبير، لان الطريقة ديال اللاعب والطريقة ديال كرة القدم داخل القاعة فكتختلف كبير على الفوتا 11، لذلك فالتوجيهات التكتيكية والتحضيرات فالكل خاصك تكون اشتغلتي عليه قبل المنافسه، وتكون جاهز للمنافسه باش تكون حاضر وتكون على المستوى التكتيكي حاضر. بالنسبه للمنتخب الانغولي فهو عنده مدرب اللي هو برتغالي، وكنظن بان المدرسه البرتغاليه فهي مدرسه اللي معروفه ومدرسه اللي فازت بكاس العالم. المقابله بين المنتخبين والكره الاولى من جانب المنتخب الوطني المغربي، ما نساوش لانه في انغولا اللغه ديالهم البرتغاليه، لذلك هنالك ايضا سهوله ديال ايصال المعلومه بالنسبه للمدرب البرتغالي. انطلقت قلنا المواجهه، انطلق الاداء بين المنتخبين، المنتخب الوطني المغربي خمسه الرسميه المعتاده دائما، المنتخب الانغولي يلعب بالخمسه البيضاء من اليسار لليمين للساده المشاهدين. في الوقت اللي كنشوف هنا التحضير كترجع الكره عند مارسيل، عند جابريل دومينغو مباشره الى خارج خط جانبي، كان سراب كيقوم بعمليه ديال الضغط على حامل الكره، وهذا عامل ايجابي مع انطلاقه المباراه. الفلسفه ديال المنتخب المغربي فهي الضغط على الخصم وعدم الرجوع
الرجوع الى الخلف زائد الاحتفاظ بالكره. فكنظن بان المنتخب المغربي لازم يضغط على المنتخب الانغولي باش ما يخليش ياخذ واحد الثقه خصوصا في البدايه ديال المقابله. وكنظن بان المنتخب المغربي واعي بهذه التعليمات اللي سي هشام كي كيكون عطيه. ممتازة فرصه جميله للعمليه الهجوميه ايضا تلعب بالكره من جانب انس عيان داخل منطقه الخصم اللي هو المنتخب الانغولي. كان قريب انس عيان باش يوضع الكره في المرمى. مواليد 1992 كيلعب في بيريرا نافارا معترف فريق الاسباني. تفضل. فانس العيان ولا وصوفيا المسرار وبلال ولا بومزوف بيناتهم واحد التنسيق كبير خصوصا في هذه المترابطات اللي شفنا ثنائيه جميله اللي كانت تعطينا الهدف الاول. فالمنتخب المغربي كيحافظ على الطريقه ديالو ديال اللعب اللي واضع فيها الثقه بانه باش توصلوا للمرمى ديال المنتخب الانغولي. والضغط كيمارسوا بشكل جيد كذلك اللاعبين اللي عندنا حتى في الاحتياط اللي غادي يعطيو اللي غادي نشوفوه من بعد. فالمجموعات محضره بشكل جيد من طرف سي هشام كيك. غادي نشوفوا اول احتفاظ للمنتخب المغربي بكامل الثقه وبنفس الطريقه اللي كيلعب بها. كره مباشره عند الحارس تحضير من جانب عبد الكريم بنبيا اللي عنده خبره عنده تجربه مهمه كيقدمها للاعبين. كره عند انس عيان طريقه المراوغه ديالو حاول ما امكن انه يمر الحكم ما كاين منحش الخطا العناصر الوطنيه لان هناك تدخل من جانب بروليو فونتورا ويتواصل المشوار. اذا المنتخب الانغولي باش نقربوا ايضا الجمهور الكريم يعتبر اقوى المنتخبات ديال هذا المجموعه ايضا المنافسه للمنتخب الوطني المغربي في الوقت اللي كنشوفوا هنا العمليه الهجوميه المحاوله وكضيع لصالح المنتخب الانغولي الى خارج الخط الجانبي للملعب. قلنا على انه منتخب انغولي خصم قوي وعنده امكانيات جيده. المنتخب الانغولي فالمنتخب الانغولي الكره الانغوليه للصالات فهي معروفه منذ سنين لان عندهم بطوله قويه بطوله ديال الشبان بطوله ديال الكره النسويه للصالات. فهي مدرسه عريقه في افريقيا دائما كتنافس على التاهل لكاس العالم وكذلك كتدخل المربع الذهبي في الكؤوس الافريقيه. زائد شفنا بانه من المدرسه البرتغاليه مدرب برتغالي كنظن بان هذه هي اللي كتخلي بان هذه المجموعه هي اقوى مجموعه من المجموعه الاخرى الثانيه. فكنظن المنتخب الانغولي هو احسن بكثير من عده فرق. وهذه محاوله مغربيه محاوله ديال بونزو اللي حاول يوصل الكره. منتخب الوطن المغربي يعتبر افضل منتخب افريقي وايضا منتخب عالمي. منتخب افريقي نظرا للحضور ديالو نظرا ايضا لتسييد المشهد من خلال الحصول على نسختين امتين وايضا يوصل المشوار في المنافسات العالميه باحتلال المركز الثامن على المستوى العالمي ويريد ان يحقق مراكز افضل لملا. كره ملعوبه هكذا الى خارج الخط الجانبي للملعب. الطريقه ديال الانطلاقه من جانب اللاعب بروليو فونتورا هو اللاعب الوحيد اللي كنشوفوا لحد الساعه كيبحث على الحلول فوق كيف كنشوفوا هنا في الكتابه الالكترونيه. فهناك خطا اول عند المنتخب الانغولي. لا الخطا الاول للمنتخب الانغولي فخمسه ديال الاخطاء فكتعني ضربه جزاء 15 امتار. فكنظن الاخطاء متراكمه هي اللي كتخليك ممكن تغير لك المقابله. فكنظن بان هاد الثلاث دقائق الاولى اللي شفناها في المنتخب الوطني المغربي داخل في المقابله بشكل جيد كنظن بان اي هدف فعاد يعطي واحد صيغه اخرى ديال المقابله. المنتخب الانغولي شفناه كيدافع في منتصف ديال الملعب ديالو بانه واخذ الحيطه والحذر من المنتخب المغربي ما كيخرجش للضغط. فكنعرفوا بان المنتخبات اللي كتخرج للضغط مع المنتخب المغربي فكتكون الطريقه سهله ديالنا باش كنحاولوا نتجاوزوهم. كنشوفوا المنتخب المغربي اذا كيبان لك بان المقابلات اللي كنا كنجريو اعداديه فكيعطيو واحد الصوره لانهم كيكونوا كيتبتوا فكيسهلوا حتى المنتخبات انها تدير لك واحد القراءه مسبقه للمقابلات. كنظن بان المنتخب ديالنا واعي بهذا الشيء. كنظن بان مع مرور الوقت وبالتغييرات اللي غادي يقوم بها باش نحاولوا نرفعوا من الايقاع ديال المقابله ونشوفوا حتى المدرب البرتغالي نشوفوا الطريقه ديالو ديال التدوير ديال اللاعبين. فهذه هي اللي كتعطيك واحد الرؤيه ونعرفوا الطريقه ديال اللعب. كذلك الاعتماد ديال المنتخب الانغولي شفنا كيعتمد على المرتدات
فكنظن بان الطريقه ديالنا فمع مرور الوقت فعادي تعطي الاكل ديالها ان شاء الله. كره مغربيه محاوله من الجهه اليسرى، الاعتماد دائما على التمرير ديال الكرات وخاصه التواجد العميد المسرار. هذا البقالي، البقالي رجع الكره ديالو لمسرار، سفيان مسرار عميد المنتخب الوطني المغربي نجم ايطوال لافالواز فوتسال بفرنسا. في الوقت اللي كيرجع الكره عند بلال البقالي ايضا كيلعب معاه في نفس النادي. بلال البقالي رجع الكره ديالو للجهه اليمنى، مسرار عمليه ديال المراوغه او التصويب بن يختار تبريره ان البقالي تصويبها ومباشره الى خارج الخطه الخلفيه للملعب. محاوله ديال البقالي، حاول ما امكن انه يختار تصويب عن بعد. الثنائيه ديال مسرار البقالي فانطلقت منذ سنين قبل الاحتراف، انتقل بنادي دينامو، فهما لاعبين انتقلوا في نفس الفريق المره الاولى في فرنسا والمره الثانيه والمره الثالثه، فهما لاعبين عندهم واحد الانسجام كبير وصراحه فهما ركائز اساسيه في المنتخب المغربي رفقة بوريط ولا انس العيان. سفيان بوريط دخل الملعب الان، التمريره ديال عند بوزيد كيرجع الكره ديالو عند انس دحالي، لعب الكره مع بوريط اخذ ورد مع خالد بوزيد. الطريقه اللي كيلعبوا بها المنتخب الوطني المغربي، انت مدرب عندك نظره كيفاش كتشوف الطريقه كيفاش كيلعبوا؟ فالطريقه ديال 4-0 اللي كيلعب بها المنتخب المغربي فهي كنحاولوا باش نستدرجوا المنتخب الانغولي او الخصم اللي عندنا المنطقه ديالنا، خصوصا كنظن ما كاينش خطا لان الكره قبل كانت قصد الخصم، ولكن الحكم كيعطي خطا غير مباشر. كنظن بانه غادي يشكل واحد الخطوره، لان انك الى الكره تلعبت من ضربه مرمى من عند الحارس ما كيعطيكش الحق بانك تعاود ترجع عليه، فكنظن بان هاد الاشياء مع التركيز بعض الخطرات كتوقع، ولكن كنظن بان الدفاع ديال الحارس المرمى عندنا ثقه في الحارس اللي عنده خبره، عنده ايضا ظهور قويه في العديد من المحطات. نجم صقر اكادير وليدات 1989، هذه الكره لصالح المنتخب الانغولي مع انطلاقه هذا اللقاء من التحضير، وكيتم ابعاد الخطوره الى التماس. تصدي كان جيد، تواجد ديال عثمان الادريسي اللي تمكن من ابعاد الخطر الماضي. الكره كترجع للمنتخب انغولا، كيحاولوا ينسلوا بالضبط اللاعب ايفر غارسيا لاعب ماكولوسو بانغولا، حاول انه يمر ما تمكنش من ذلك. عثمان ادريسي وانس دحاني فهما من اللاعبين الشباب اللي انضموا للمنتخب المغربي وفازوا بالثقه ديال سي هشام دكيك بانهم شاركوا بهذا الكاس الافريقيه. فسي هشام كيشوف فيهم واحد النظره كبيره بانهم باش يكونوا من الدعائم الاساسيه من المستقبل ديال المنتخب المغربي. كذلك خالد بوزيد لاعب ديال مارفيل سانتا كولوما لاعب اللي محترف، فهو وسفيان بوريط فهما من العناصر اللي شاركت في كاس العالم الاخيره وكذلك كاس افريقيا اللي كانت بالعيون. فكنظن بان الطريقه ديال اللعب ديال المنتخب الانغولي فهو كيعتمد على البيفو رقم 11 لانه كيلعب بطريقه مخالفه ديال المنتخب المغربي اللعب المباشر، عكس المنتخب المغربي اللي الطريقه ديالو ديال الاحتفاظ بالكره والطريقه ديال 4-0. انا كنشوفوا يوسف جواد اللي عاد من الاصابه لمده طويله، لاعب مهاري كبير واحد ركائز الكبيره ديال المنتخب المغربي. كره مره اخرى عند المنتخب الوطني المغربي، ادريس رئيس فني كيمرر جميل عند اسماعيل امزال. نعرفوا البدايات والتاقلم مع اجواء المقابله والبحث عن الحلول من اجل التسجيل، فكل امور كتخلينا اننا نشوفوا كل منتخب كيبحث على الثغره المناسبه. العناصر الوطنيه ايضا تعي بهذا الامر وتبحث عن الحلول. تمريره ممتازه، طريقه جيده رائعه جدا، سحب جوج ديال اللاعبين وكان بالامكان انها تكون في شباك لولا العوده ديال الحارس اللي تمكن من ايقاف الكره الماضيه، حارس دومينغو جابرييل. فصراحه المنتخب المنتخب الانغولي فهو معتمد على الدفاع الفردي في نصف الملعب ديالو وكيحاول يعتمد على المرتدات، فكنظن بان المنتخب المغربي خصنا شويه ديال الصبر ونحافظوا على الطريقه ديالنا ديال اللعب. شفنا المحاوله الان اللي ديال ما بين يوسف جواد و يوسف جواد العائد من الاصابه، ممتاز 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 ممتاز، فرصه ممتازه للتسجيل، كيضيع هدف اول، كان بامكانه انه يكون هدف اول. يوسف جواد قام بمجهود كبير، دخل بالكره ديالو، راوغ الجميع، كان غادي يراوغ
الحارس ايضا لاحظ معي هنا طريقه ديال المرور ما مشاتش مع الكره كما كان يريد، بعد ذلك تصويبه اللي جات من جانب اسماعيل امزال ومباشره الى خارج الخط الخلفي. شفنا الان فرصتين هذه المجموعه الثالثه اللي دخلت اللي فيها يوسف جواد والرئيس اسماعيل، فهي عطات الاكل ديالها فرصتين متتاليتين. لهنا الان تدوير ديال اللاعبين فاش كيكون عندك واحد ليفيكتيف اللي كبير فكتظن انك الايقاع ديال المقابله كتغيره، فكنظن هذه هي الطريقه اللي كتساعد المنتخب المغربي لانه باش يعطي هذه هجمه مرتده. مرتده صعبه والهدف الاول يجي من هجمه مرتده مرتده وتلعبات من الجهه اليمنى وتم وضعها في الشباك المنتخب الانغولي. اذا كيف ممكن من يجي الهدف الاول؟ فكنظن بان الهجمات المرتده هي اللي كان كيعتمد عليها المنتخب الانغولي منذ البدايه، فما هدف في هذه الدقائق ما كيعنيش بانه شيء كثير ولا بانه عادي يكون مؤثر في اللقاء. فكنظن بان المنتخب المغربي عادي يعود في النتيجه لان الطريقه ديال اللعب ديال المنتخب المغربي خصنا غير شويه ديال الايقاع نرفعوه لان المنتخب بإمكانه يلقى الحلول. كرة من الجهة اليمنى محاولة ديال يوسف جواد، الحكم كيقول كرة لصالح المنتخب الأنغولي. كيرجع يوسف جواد كيتمكن من الكرة ديالو كينطلق من الجهة اليمنى يحاول يمارك الإصابة. كاين تدخل قوي في حق يوسف جواد، هو أصلا لاعب عائد من إصابة وهناك بطاقة كيحصل عليها اللاعب الأنغولي. التدخل ديالو تدخل اللاعب فكنظن ميتا سانتوس في الاحتفاظ بالكره ما خصناش نتسرعوا باش نقلبوا على الانهاء العمليه لان المنتخب الانغولي كيكون مركز خصوصا في التمريرات الاولى، فخصنا نحاولوا نحتفظوا بالكره بواحد الشكل طويل، نحاولوا باش الخصم يكون يتفك الخطوط ديالو لانه كيكون مرتبط خصوصا هاد السبعه دقائق الاولى فاش شفناه مركز بشكل جيد. فالصبر عاد يعطينا الهدف ان شاء الله، وخصوصا نشوفوا هذه الضربه الثابته اللي ان شاء الله تقدر تعطينا فرصه ثانيه حد السجل. اللي تبناها مع الصوره ملاحظات اسماعيل امزال اللاعب ديال المنتخب الوطني المغربي كيلعب بنادي السقر اكادير. الان كره ثابته ومحاوله للتصويب امام مرمى ديال المنتخب الانغولي اللي فيها العوده ديال كل اللاعبين. اسماعيل كيتقدم هذه محاوله الرئيس فلي هدف التعادل، هدف ديال التعادل ابليس رئيس فلي طريقه باش الهدف يوسف. فالطريقه رائعه، طريقه رائعه لان قلت هذه الضربه ثابته ممكن تعطينا فرصه ثانيه حد التسجيل، وعطاتنا لان الطريقه مخدومه بشكل كبير. هنا كيبان لك الاستعداد ديال المنتخب المغربي، هو موال على اساس انه غيصوب بقوه بعد ذلك وضع كره بهدوء عطاه لابليس رئيس فلي. حنا نشوفوا الاعاده، لاحظ معي هنا عطاه كره الكل يعني خلى له الثغره في كاين التمويه وكاين العمل ديال يوسف جواد وسفيان الشعراوي اللي موهوا بانهم هما اللي عاد ياخذوا كان التحرك ديالهم وكان البلوك وكيخرج الرئيس الفني. هدف جميل وهدف من استراتيجيه اللي رائعه. واحد واحد مره اخرى محاوله من جديد تصويبه ديال يوسف جواد كان كيبحث باش انه يوضع الكره في المرمى، خيار ديال التصويب عن بعد حل من الحلول على كرة قدم. يوسف جواد من اللاعبين اللي دائما كيبحثوا على الاهداف، لاعب ديال الشباب المحمديه. كره في تماس مغربي مره ثانيه، يوسف جواد ادريس رئيس فني كيلعبها عند الشراوي يحاول يمر الشراوي يرجع الكره ديالو تحضير في اتجاه يوسف جواد. تمريره اماميه صوب الحارس غابرييل دومينغو. فهنا ما خصناش نتسرعوا، هنا فاش التسرع لنا فاش خسر الكره يوسف سفيان الشعراوي، فخصنا نحتفظوا بالكره شويه ديال الصبر ومن بعد ندخلوا لانهم هما مركزين دفاعيا بواحد الشكل كبير، خصوصا ان هما على المستوى البدني فهما لاعبين قويين وشفناهم في الالتحامات فهما قويين بواحد الشكل اللي كبير. الان المجموعه الاولى اللي كترجع للميدان العناصر اللي كاينه سفيان وبلال وانس، فكنظن بانهم عاد يرفعوا شويه من الايقاع باش ممكن نشوفوا الهدف الثاني. انس عيان كيلعب كره ديالو مع بلال، محاوله ديال التمرير كره لصالح المنتخب الوطني المغربي. عبد الكريم البيا كيشارك في هذه الكره كيمدح كره ديالو المسرار عميد المنتخب الوطني. التمرير ديالو مع بلال بقالي. على الذكر انس عيان فهو عائد من واحد الاصابه اللي كانت عنده بليغه في هذه الاسابيع الاخيره، كانت عنده فلاشوفي واحد المقابله وديه فهو يلا راجع من الاصابه، فكنظن بان انس مقابله بعد مقابله غادي نشوفوا انس الفنان. نعم وانا الفنان ايضا يسير نحو مسرير اللي فاتحه
طريقة للمرور وأيضا لتسجيل الهدف اللي بإمكانه المسرار الذي كان يراوغ منطقة ضيقة. وهذه كرة قدم داخل القاعة، فالمتعة المتعة مضمونة في كرة القدم داخل القاعة، خصوصا مع اللاعبين ديالنا اللي كيمتازوا بتقنيات ومهارات كبيرة. فشفناهم فسفيان ولا بلال فبغاو يدخلوا بالكرة الطريقة المعروفة ديال تيكي تاكا المغربية. محاولة من جديد مغربية مسرع الطريقة ديالو ديال العودة، وأيضا كيفاش أنه حصل على الكرة بشكل سريع تمكن من الحصول على تماس مغربي. كيرجعوا اللاعبين ديال منتخب أنغولا كيرجعوا للمهام الدفاعية ديالهم، ولكن المنتخب الوطني المغربي يعني الحلول الهجومية كانت ناجعة من خلال الكرة ثابتة، والآن كيبحثوا باش أنها تكون ناجعة من خلال بناء العملية الهجومية. بناء الهجمة في لاتاك بوزيسيون، فأنه باش يسجلوا به فكيبغي الصبر شيئا ما. وكذلك بأن المنتخب المغربي استطاع في عدة مقابلات كبيرة يسجل بنفس الطريقة. هذه تصويبة ضعيفة، عبد الكريم النبيه كيتمكن من الكره ديالو. مع العلم اخ محمد بان الاغلبيه ديال الاهداف في كره القدم داخل القاعه فهي كتسجل من الهجمات المرتده والكرات الثابته. كره اماميه صوب من اللاعبين ديال المنتخب ديال انغولا. الخطا الدفاعي اندرسون ضعيف له، رجعت الفيلا البقالي. مسرار كيحافظ على الكره ديالو، كيحاول يمول تسديد او تمرير، كيمرر في اتجاه عثمان بومزو المسرار سفيان لعب الكره مع بلال البقالي، اخذ ورد. اللاعبين اذا مسرع كيحاولوا يلقاو طريقه من اجل الانسلال، لانه اللاعبين ديال منتخب انغولا رجعوا للخلف كاملوا منطقه دفاعيه لمحاوله ممتازه. كترتطم الكره بالقائم الايسر وتأبى الدخول. الجمله التكتيكيه جيده، الان شفنا جمله تكتيكيه جيده لان اللاعبين صبروا، كانت اكثر من 6 ولا 7 ديال لي باس وبالطريقه ديالنا باش دخلنا باش نسجلوا، لان المنتخب الانغولي فهو كيعتمد على الدفاع الفردي، فهو كيتبع وممكن يعطينا مساحات خلف الظهر ديالهم اللي ممكن نمروا منه. شوف معايا بومزو لاعب مرتاح واخد راحه ديالو مع بلال البقالي ايضا كل لاعبين، فهادو من الاشياء اللي كتخليهم انهم يزدادوا عزيمه وطموح. مسرار معروف بالتصويبات بهذا الشكل، مسرار معروف بهاد لاكوندويت ديالو اللي كيديرها من الخلف والتسديد. فكنظن بانه مسرار فهو اللاعب المحرك الاساسي في المنتخب الوطني وعميد المنتخب الوطني المغربي. هذه محاوله انغوليه كتضيع لهم، كترجع مره اخرى عند بومزو بشكل سريع يلعبها الجهه اليسرى بلال البقالي صويبه ما مراتش، مره اخرى عند ناس العيان كيراوغ مراوغه ديالو جيده في مساحه ضيقه. لا تزال الكره مغربيه، بلال البقالي الجهه اليمنى، مسرار الجهه اليسرى، بومزو البقالي كيحافظ على كورتو المرور، كيختار تمرير الجهه اليمنى عند العيان المهاره ديالو الفرديه الان كدار. مسرار كيهيئ نفسه التصويب، مسرار كيصوب كره ممتازه تعذب فيها الحارس ديال المنتخب الانغولي، ولكن خرج كره كانت قويه. تدخل رائع ديال الحارس المرمى، وكذلك الحارس تعذب، وكنظن حتى الدفاع ديال المنتخب الانغولي فهو كيتعذب في هاد الدقائق لانه ما عادش يقدر على الايقاع اللي غادي به المنتخب المغربي. فكنشوفوهم بانهم وممتازه ادريس رايس فني، تمريره في العمق فيها تركيز فيها ذكاء وفي ظهر الدفاع ديال المدافع، خلف الظهر ديال المدافع. فالتموقع ديال ادريس رايس كان ناجح، فكنظن بان المنتخب الانغولي عاد يقاوم شيئا ما، لكن عاد تجي واحد الفتره في اللقاء اللي عاد ينهار فيها. كره للمنتخب الوطني المغربي، حمزه الله اسماعيل كيلعب كره ديالو كتتطم كتمشي مباشره عند حارس، بعد ذلك كترجع الكره للمنتخب الانغولي. دقيق كيعطي التعليمات. فكنظن فان في هاد 8 ديال الدقائق او 9 فما شفناش المنتخب الانغولي ولو 3 ديال التمريرات، فهو كيعتمد في اللعب المباشر والدفاع. محاولة ديال يوسف جواد كيحاول يمر، المراوغة كيمر ممتاز يوسف جواد، تمريرة ادريس رايس فني، تي الكرة الأمزل ما كيتسرعش كيحافظ على الكرة ديالو، عملية المرور أمام جوج ديال اللاعبين، تحضير في اتجاه ادريس رايس فني، عملية هجومية ما كملاتش، ولكن الجملة التكتيكية كانت رائعة. الجملة التكتيكية كانت رائعة، خصوصا أن المجموعة الثالثة هذه اللي عطتنا الهدف التعادل. فكنظن بأن الخطة اللي غادي بها سي جامبيك فهي خطة ناجحة
شيئا ما في هذه الـ 13 دقيقة اللي شفنا. فالتطوير ديال المجموعات فهو شيء مهم في كرة القدم داخل القاعة، فالاحتفاظ بمجموعة أو مجموعتين ما كيعطيكش بأنك تسيد المقابلة كامل الوقت. حنا كنشوفوا الآن المنتخب المغربي فهو يا حس انهم ولاو راجعين لور خصنا الاندوا ايكارتي مي ان كيك ايكارتي ولا خلاو هذاك لو دخول الوسط عاد باش يطلبوها تقريبا ما عندك تقريبا سبع ديال الخيل على الاولى صراع بحكم المشاركة ديالو ولا البطولة ديالو ولا هذه فعندنا معلومات كبيرة عليه. فشفنا الآن 13 دقيقة أو 12 دقيقة فهو متعادل مع المنتخب المغربي، لكن ما كيعطيناش بواحد الصورة اللي نتخوفوا منها. فالمنتخب الأنغولي كيعتمد على طريقة ديال الدفاع والمرتدات، لكن الاحتفاظ ديالنا ديال الكرة الطريقة الفلسفة ديالنا فاحنا ناجحين فيها. فكنظن هدف ثاني أو ثالث فعادي يعطينا عادي يعطي واحد الشكل آخر ديال المقابلة. كرة لدريس رئيس فني كنابة مع يوسف جواد، أخذ ورد بين اللاعبين. معنا هناك مهارات فنية رائعة من العناصر الوطنية كتظهر بقوة، كتخلينا أننا نشوفوا لاعبين بإمكانهم أنهم ينسلوا، بإمكانهم يمروا، بإمكان أيضا التصويب سواء عن بعد أو داخل منطقة الجزاء. فهذه المهارات هذه ممكن الاستفادة منها من طرف كل اللاعبين. عملية هجومية مرور أمام اللاعب يوسف جواد، هجمة مرتدة مضادة إسماعيل، كي مرة فرصة داخل منطقة الجزاء كتضيع فرصة مواتية مع العودة ديال اللاعب الأنغولي اللي هو إيلباغ غارسيا اللي حاول ما أمكن أنه يملأ الزاوية. تفضل. المرتدة كانت جميلة ديال المنتخب المغربي، فالتمريرة ديال سفيان كانت نحو دريس الرئيس في القائم الثاني، فكنظن بأن هذه الضربة الثابتة تعطينا حوالة قوية. فالشيء الجميل هو العودة ديال يوسف جواد اللي كنشوفوه بواحد المستوى رائع، والعودة ديال التألق ديالو خصوصا أنه كان في واحد الإصابة اللي بالغة شيئا ما. سبع دقائق متبقية على نهاية الوقت القانوني للجولة الأولى، محاولة مغربية داخل منطقة الجزاء، فرصة ديال التسجيل يوسف جواد بعد انهيار الحارس كيحاول أنه يمرر، ما كانش أناني كان يبحث التمرير أكثر من التسديد. فصراحة ففي كرة القدم داخل القاعة فكنظن في هذه المساحات وفي هذا خصوصا في هذا الأمطار الأخيرة في التركيز ديالك والتمرير للصديق ديالك في هذه الهجمه المرتده او انهاء الهجمه فكيعطيك واحد الهدف اللي كيكون بواحد النسبه كبيره ممكن تسجله. فالمواجهه ديال الحارس واحد ضد واحد فكتكون صعيبه بشكل كبير في كره القدم داخل القاعه، فهي كتختلف بشكل كبير على الفوتاون. كرة تعود للمنتخب الوطني المغربي عن طريق شعراوي، شعراوي كيحافظ على الكرة كيختار التمرير ديالو الجهة اليسرى لريس رئيس فني، شعراوي كيستلم المهارة الفردية الآن، شوف شعراوي كيفاش كيمر، كيفاش كيحاول يصوب تصويبة مرت بالمحاذاة من القائمة الأيسر، غير محظوظ لاعب هذا أمزال على الصورة في الوقت اللي كان الشعراوي هو اللاعب اللي كان قريب من التسجيل. سفيان الشعراوي مواليد 15/11/96 كيلعب بسقر أكادير، أندية عديدة في المغرب كتعطينا مجموعة من اللاعبين اللي خويا عبد الشعراوي طريقه ذكيه جميله وكل حب كل براعه كيتمكن باش انه يوضع بصمه ديالو الخاصه الشعراوي الوقت اللي كنت كتحدث على الانديه الوطنيه المغربيه والمتابعه الجماهيريه في حمايه الجمهور كيفاش انه كيسدد كيفاش انه كيعطي دفعه للمعنويه للاعبين كيفاش الهدف الشعراوي كله مجهود فردي هذا هشام مجهود فردي وهذه فلسفه ديال الفريق الوطني هو الضغط على الخصم فشفناه ضغط على الضغط المتقدم فهو ضغط على المدافع المتاخر ديال المنتخب الانغولي وفتك منه الكره فهنا كيبان لك التنويع والفلسفه ديال المنتخب الوطني ماشي غير الاحتفاظ بالكره حتى الطريقه ديال الدفاع فالمنتخب المغربي امزال كيطلق هجمه مرتده مضاده الجهه اليمنى بعيده هذا الشيء بعيده على المسرار حاول ما امكن انه يوصل الكره ديالو لكن ما تمكنش من ذلك رجع لنفس النقطه اللي قلتي بانه الاهداف مش كثره كتسجل من المرتدات وكانت عندنا مرتد كان الكره الثابته المرتدات والكره الثابته عاد يعطيونا الاهداف راه شفنا حتى
الافتكاك ديال سفيان فهي افتكاك الضغط على الحامل ومرتده اللي سجل بها الهدف. دابا فاش شفنا الهدف الثاني فكنظن بان نتسناو رده الفعل ديال المنتخب الانغولي واش غادي يخرج ولا غادي يحتفظ بالنصف الملعب ديالو. بلا بقلي لان الصبر والاحتفاظ بالكره فممكن نخرجوا المنتخب الانغولي لعنا. صوفيا مسرار عثمان امزو الاخذ والرد تعود الكره للمنتخب الانغولي وننتقل الهجوميه الى الحارس مباشره. شفنا اللاعب رقم 10 ديال المنتخب الانغولي فهو عنده مهارات كبيره لازم الحيطه والحذر منه لانه من المستوى الفردي في باليه فهو كيخلق الفارق شيئا ما. عمليه الانطلاق والمرور انس العيان اختار تمريره تهيئ بشكل جيد لكن لم تكتمل مباشره الى خارج خط الجانب. بلال البقالي يلعب الكره ديالو رجع لبوزيد كيدخل الان. التغييرات اللي كيقوم بها المدرب كنلاحظوا تغييرات بثلاثه اللاعبين او اربعه ديال اللاعبين وكانه نقولوا منتخب فيه مجموعه ديال او فيه فريق وسط فريق. اكيد فكيكون فريق وسط فريق او كيكونوا مجموعات لان في بعض الاحيان فكيكون انت كتكون واضح واحد البلون ديالك المقابله خطه فاش كتغير الخطه داخل الميدان او كتكون واحد رده الفعل ديال الخصم مخالفه فلازمك انت تغير. فهنا شفنا سي هشام فهو خالد بوزيد كان مع المجموعه الثانيه فهو غير الان اصبح مع المجموعه الاولى ربما بان هناك مترابطات اللي عادي خص خالد بوزيد لانه لاعب مهاري جدا خصوصا انه مع هذا الرباعي اللي كاينين في ارضيه الملعب. بلال البقالي يتالق في الكره الماضيه حاول ما امكن انه يكملها ولكن ما كملهاش بالشكل المناسب. عبد الكريم نبيا يتالق ويصد الكره. الحكم كيدخل تحكيم تونسي والذي يقود هذا اللقاء ويظهر هناك سقوط للاعب المنتخب الانغولي هو إيلبير غارسيا. إيلبير غارسيا مواليد 2000 كيلعب بنادي ماكولوتو بانغولا. كل اللاعبين الانغوليين اللي كيلعبوا امام المنتخب الوطني المغربي الان هم لاعبين في الدوري المحلي او كيلعبوا في الانديه المحليه ابرزهم نادي ماكولوتو نادي جايسي لواندا. هذو هما الانديه او ابرز الانديه بالاضافه ايضا لويس بورتو سالفو وايضا ساغرادا اسبيرانسا. كرة للمنتخب الوطني المغربي. سفيان المسرير عميد المنتخب كيلعب كرة مع بلال البقالي. تمرير قصير عملية ديال المرور كيحافظ على الكرة ديالو بوزيد رجع الكرة المحاولة ديال بلال البقالي باش انه يبعد الخطر كترجع مغربية. هجمة مرتدة مضادة الآن للانطلاقة للبحث للاستفادة منها تصويبة إلى خارج خلفيه الملعب. ضربه مرمى المنتخب الانغولي بعد دقائق اللي متبقيه اربعه ديال الدقائق المنتخب الانغولي هو متشبث بالطريقه ديالو ديال الدفاع في المنطقه ديال 10 الامتار. فكنظن بان المنتخب المغربي فسي هشام كنظن بان التغيير اللي قام به حاول باش يعطي لواحد الايقاع كبير في هذه المجموعه باش ممكن في هذا الوقت هذا نضيف واحد هدف ثالث اللي يسهل علينا شيئا ما المقابله لان اي خصم كنعرفوا اللي رجع لك الخلف فهو شيئا ما كيصعب عليك بانك باش تسجل. فكنظن بان المنتخب الانغولي فالطريقه الوحيده اللي عنده هي الدفاع والمرتدات. هذه عمليه الاستخلاص مسرير كره ممتازه كان بامكانه يسكنها في الشباك لعب الكره ديالو الى خارج الخط الخلفي للملعب. اصرار مستمر متواصل العناصر الوطنيه ديال نادي استخلاص الكره في لبهاشي عمليه هجوميه 3-2 انس العيان رجع الكره ديالو المسرير بعيده كيتمكن المسرير من الكره العيان داخل منطقه الجزاء فرصه ديال التسجيل محاوله مغربيه ولكن كتضيع مره اخرى. يرجع الكرة ديالو خالد بوزيد بلال البقالي مع الصوت اللي كيجي من المدرجات اللي كيدعم لاعبين المنتخب الوطني المغربي فغادي يعطيهم لمحة على دفعة معنوية كبيرة. كرة مغربية ما خرجت مستمرة بوزيد تصويبة لمسه يد كيقول الحكم هجمه جميله اللي كانت ما بين بوزيد ومسرير اللي صراحه كانت خاصه الهدف. لقاو الثغره لقاو الثغره في مساحه اللي ضيقه فهي في متر او مترين تلقاو ضد جوج ديال المدافعين فهنا كيبان لك المهاره ديال اللاعبين ديالنا والتقنيات ديالهم. باقي جوج دقائق 58 ثانيه انت كمدرب انت
مدرب المنتخب الوطني المغربي اقل من 21 سنه، كيفاش كتشوف دقيقه يتعامل مع هذا الوقت هذا اللي متبقي من الشوط الاول؟ فجوج دقائق و50 ثانيه فهو وقت كبير في كره الصالات الاخ محمد، فكنظن بان الاعتماد كره ممتازه ممتازه العمليه بدا رقم جيد بلال يلعب الكره ديالو من الجهه اليمنى، والدخول اللي كنشوفوا الان ديال اللاعب عثمان الادريسي مباشره الى خارج الخطه الجانبيه. قلتي بان جوج دقائق هي مده طويله على كره القدم، مده طويله، والفلسفه ديال سي هشام هي معروفه باننا كنزيدوا نرفعوا الايقاع ونحاولوا نقلبوا على الهدف الثالث، فتنزل الايقاع ولادي فربما المنتخب الانغولي ياخذ الثقه ديالو، فخاصك ديما تخليه في الشك وتحاول ترفع عليه الايقاع ويلعب في كيفاش شفناهم في العشرات الامتار ديالهم الاخيره، فخصنا نزيدوا نضغطوا عليهم ونحاولوا نقلبوا على الهدف الثالث. ادريسي بقى لي مسرار عند ادريسي عمليه ديال المرور بقنطره صغيره مرات، ولكن ما كملاتش الكره ديالو، تصبح مره اخرى عند ادريسي تغطيه عند عبد الكريم انبيا، كرجع الكره ديال عند العميد مسرار، هجمه سريعه المنتخب الوطني المغربي مسرار حاول مرات ما مراتش او ما تمكنش من ذلك والى خارج الخط الخلفي للملعب. ضربه مرمى كره المنتخب الوطني المغربي، مازال رئيس فني دقيق كيعطي تعليمات كيحاول ما امكن انه يلقى الحلول اكثر لتسجيل اهداف اكثر ايضا في هذا اللقاء. ثلاثه ديال الاخطاء المنتخب الوطني المغربي مقابل خطا واحد للمنتخب الانغولي. الاخطاء القيمه ديالها هي في ضربات اللي كتجي من 10 امتار بعد تجاوز الخطا الخامس كتكون ضربه 10 امتار، ولكن هذا ما كيخليش بانك ان التخوف من هذه الاخطاء، فهي الاخطاء المتراكمه، فاي التحام كيكون في النصف الملعب ديالك ولا ايادي فما كيخليكش بانك باش ما ديرش الخطا باش ما تخليش الفرصه ثانيه حتى تسجيل الخصم. مرور ممتاز ولكن ما كملش الكره ديالو اسماعيل انزال، كان كيحاول باش انه يصوب، قام بالمراوغه برجل اليسرى بعد ذلك حاول يصوب ولكن ما مراتش الكره. الكره عند الشعراوي، الشعراوي يلعب كره مع يوسف جواد، رجع الكره ديالو عند انزال، اخذ ورادة لعمليه هجوميه، خروج ديال الحارس انقذ الموقف بعد الخطوره. الشعراوي كيتمكن من كورتو كيخلي الكره الى خارج الخط الخلفي. كذلك كنشوفوا العوده السريعه ديال المنتخب الانغولي لمنطقه الخلف ديالهم، فالكره مازال ملعوبه وما تيرجعوا، فكنظن بان التخوف تبريره تجاه يوسف جواد. المنتخب الانغولي مع البدايه نقولوا المحاوله الاولى او الثانيه او الثالثه كان كيبين على القوه ديالو انطلق القوه، ولكن بعد ذلك رجع باش يامن المنطقه الدفاعيه لانه كل المحاولات واقوى المحاولات كانت للمنتخب الوطني المغربي. فهو شيء عادي لان اللياقه البدنيه ديالهم كانت جاهزه في البدايه الدقائق الاولى، لكن المنتخب المغربي لما رفع الايقاع والتدوير ديال المجموعات اللي كيدير سي هشام فهو خلاه يرجع للخلف ديالو ويعتمد على المرتدات اللي عنده لاعبين سراع اللي شفناهم في المرتدات فهما سراع جدا. خصنا مع ذلك خصنا ناخذوا الحيطه والحذر في الشوط الثاني. ما بقاش وقت كثير، دخلنا في الثواني الاخيره 44 ثانيه وعلى نهايه الجوله الاولى من مباراه المنتخب الوطني المغربي ومنتخب انغولا. صراع مازال مستمر، شوفوا هنا المحاوله القاعة المغطاة التابعة لمجموعة الرياضي للميمونة عبد الله بن ديان طريفات تكتسح حلة رائعة جميلة وهي تصادف هذا الحدث الإفريقي، حيث نتابع هذا اللقاء ونتابع أيضا كل صغيرة وكل كبيرة. هناك أيضا شاشات عملاقة يعني تم وضعها داخل هذه القاعة مع متابعة دقيقة كل صغيرة وكل كبيرة. مدينة طريفات كلها تكتسح واحد الحلة جميلة جدا وهي تصادف هذا العرس الإفريقي وهذه المشاركه. صراحه تنظيم عالمي لهذا التظاهره، قاعه عالميه، طراز رفيع في اوروبا في كاس العالم وما شفناش بحال هذه القاعه، في كولومبيا كذلك، فصراحه تنظيم جد رائع، وهذا كيخلي بان البلاد ديالنا فهي قادره بشكل كبير بانها تخرج كبير زعما بالتنظيم اللي كنشوفوه لكل التظاهرات القاريه والعالميه. هذه محاوله بهذا الشكل من جانب الشعراوي ومباشره الى خارج الخط الجانبي. صراحه صوره جميله كتعطيها هذه القاعه، خصوصا ان التظاهره افريقيه وهذا البطوله كتكون من احسن البطولات. المهم مشاهدينا ينتهي الشوط الاول، جوج ديال الاهداف مقابل هدف واحد، تقدم ديال المنتخب الوطني المغربي ار ان تيد الواندا. وينطلق الشوط الثاني الان، كره المنتخب الانغولي
محاولة ديال اللاعب رقم 10 اللي هو جواو كومبونغولا باش انه يبرر. جواو عنده الكرة كيحاول يمر المهارة ديال الفردية وفي اخر المطاف كيخرج الكرة للخط الجانبي للملعب. تماس المنتخب الوطني المغربي مسرار بلال البقالي ثمان بومزو لاعبين المنتخب الوطني المغربي حضناهم عند القلب نظرا للمعسكرات ديالهم المباريات الوديه ديالهم وايضا الاداء ديالهم اللي استطاعوا بشكل كبير تالقوا في العديد من المحطات من العربيه الافريقيه وايضا العالميه الشيء الذي يجعلنا نختلف اكثر وكنعرفوا اكثر المشاركات ديال اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. هنا اول خطا مع انطلاقه الشوط الثاني. فالمستوى اللي قدمه المنتخب المغربي في اللقاءات لا الرسميه ولا الوديه فهو كيخول باننا المنتخب المغربي ولا واحد المنتخب اللي معروف للشكل الوطني فمتابعه جماهيريه كبيره. كنظن بان هذا الشوط الثاني شفنا المنتخب المغربي دخل بواحد الطريقه مختلفه ديال اللعب انه حاول يحتفظ بالكره. كانت تمريره خاطئه ديال عثمان اللي عطات خطا. كرة ثابتة تنفاد عبد الكريم نبياكي بعد الخطورة إلى زاوية للمنتخب الأنغولي. نذكر بأن المنتخب الأنغولي رتبة 46 في الترتيب العالمي وهو من المنتخبات التي تريد أن تجد حلول باش أنها تصبح رفقة ال 30 أوائل أو ال 20 أوائل. فالترتيب ديال المنتخب الانغولي ما كيعطيناش بان المنتخب في الرتبه 46 بان او محاوله فرصه هدف في الطريقه هدف ديال انس عيان اللي كيبان اليوم بانه اليوم متالق وكيعطينا هدف واحد ديال او الهدف الثالث هو الهدف ديال الاول هدف جميل ديال انس فكان بعد الخطا ديال الحارس واستغلوا بواحد الطريقه رائعه وعطانا هدف جميل فمازال عادي يجي مازال عايجيو الاهداف ان شاء الله لان الطريقه ديال اللاعب ديال المغرب شفنا الثقه والهدوء ديال انس امام المرمى فالطريقه رائعه تدرس ديال هنا تدخيل ديال اللاعب اللي كيعطيك الاضافه فصراحة في اللحظة فهو غير لك اللقاء الآن الثلاث ديال الأهداف كنظن بأن المنتخب الأنغولي واش نشوفوا واش عاد يبقى راجع للدفاع ديالو أو عاد يخرج فلا خرج اللعب عاد يعطينا واحد اللقاء اللي غيكون مفتوح وعاد نشوفوا صورة أخرى ديال اللقاء. إذن هذا الهدف كيعطينا واحد الجواب هشام هو أنه من بعد مستودع الملابس والحوار ديال اللاعبين مع المدرب اللاعبين كيعطيونا الجواب في رقعة الملعب احنا موجودين وقادرين اننا نسجل. بالفعل فالثقه ديال المدرب فهي ثقه كبيره في المجموعه ديالو لان سنوات ديال العمل وسنوات ديال الاشتغال فكنظن بان دخلنا في الجوله الاولى كان شيئا ما شويه ديال التسرع اللي خلانا باننا ما دخلناش بواحد الطريقه اللي نسجلوا بها لكن بعد كنظن بان التصحيح والتعليمات ديال سي هشام فشفنا المنتخب دخل وحاول يحتفظ بالكره وكذلك حتى الهدف عطى له واحد الطريقه باش تسجل بواحد الهدوء وبواحد الثقه فكيبان لك بان المنتخب المغربي حاول يتفادى هذاك التسرع. كرة للمنتخب الانغولي، المنتخب الانغولي اذا بغينا نهضروا على هذا المنتخب هذا ما الامور قدامه هذا هو الواقع ما عنده ما يبدل. فعلا ما عنده ما يغير لانه كيواجه منتخب اللي قوي ومنتخب متمكن. 8 عالميا قادر انه يصبح من الخمسه الاوائل علاش لا بالنتائج بالعمل بالخبره ديال هذا الرجل هذا اللي ايضا اعطى دور كبير للاعبين ديالهم والدفاع المعنويه ايضا تحتلوا ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم اللي وفرت لهم كل الظروف فهذه من الاشياء اللي كيبقاها المنتخب الانغولي ان قدامه صعيب انه صعيب بان المنتخب المغربي المنتخب الانغولي الان هو في رده الفعل فكنشوفوا بان تسجل عليه الهدف الثالث ولا واحد الطريقه عشوائيه باش كيلعب وعادي نشوفوا انس عيال ممتاز حصلوا بطاقه اللاعب ديال المنتخب الانغولا راح هو بالفعل كيحصل على بطاقه هذا اللاعب رقم خمسه بروليو فونتورا لاعب مواليد 1994 كيلعب في فريق دولواندا الانغولي ولاحظ معايا المراوغ شوف هنا انس عيان كيف سجل رفع الكره تقنيه لوب رفع الكره على الحارس وهذه من تقنيات جميله اللي كتعطيك ايضا اسلوب ديال اللاعب متمكن اللي عنده كنظن بان نشوفوا ضربه خطا اللي عادي تكون حتى هي الشكل الخطير اللي عطتنا الهدف الاول في اللقاء ربما تعطينا فرصه ثانيه حال التسجيل
كنظن بان نشوفوا الاشتغال ديال انس وسفيان. قوية كيرجع مرة أخرى لمستر سفيان حاول يفاجئهم في القائم الأول. تكلمنا على المنتخب الأنغولي وكيفاش التحضير ديالو لهذه المقابلة. فالتحضير ديالو ربما كان هو ردة فعل هو الاستراتيجية ديالو بأنه يتسنى المنتخب المغربي شنو غادي يدير ومن بعد كيتسنى المنتخب المغربي يدير الخطأ هذا باش هو ياخذ ردة فعل. ماشي منتخب اللي واخذ بزمام الأمور ومبادر باش عكس المنتخب المغربي اللي شفناه من الجولة الأولى هو كيبادر وهو اللي كيبني وهو اللي كان متحكم في اللقاء. وكنشوفوا الآن ثلاثة ديال الأهداف وربما نشوفوا أهداف أخرى كثير. الآن كنشوفوا المنتخب الأنغولي ما عندوش خطة بديلة ها هو الآن منهزم وكنشوفوا الفرديات كيحاول يعتمد على الفردية ديال اللاعب جو. ما كنظنش بأنه غيكون عنده واحد الاستراتيجية واضحة لأنه يكون يقاوم المنتخب المغربي ويفرض السيطرة ديالو على المقابلة. نعم كرة لصالح المنتخب الأنغولي تحضير بنجاح اليسرى عملية المراوغة المرور بهذا الشكل تعود للاعب اللي هو إيلبا غارسيا ولكن بدون أي فعالية. تغييرات في تشكيلة المنتخب الوطني المغربي كالعادة وفي لتغييراته التي تأتي بثلاثة إلى أربعة لاعبين دعم الجماهيري مستمر متواصل. الوقت اللي كنشوف أمزال والشعراوي كيستعدوا الدخول كرة من جانب المنتخب الوطني المغربي بوريت كرشع كرة كيلعب مع الرئيس الفني يوسف جواد اخذ ورد تمريره مع رئيس فني رجع كرة ديالو للخلف وهادئين وكيلعبوا في المساحة اللي متوفرة اللي ما فيهاش صعوبة. هذا هو اللعب كنستمر على السهل المتنح ما كيزيدو ما كيقص فعلا. فالان المنتخب المغربي شفنا كيفاش تمكن وعادي يحاول باش يخرج المنتخب الانغولي عنده لان المنتخب الانغولي الان ما عنده ما يخسر عادي يحاول باش يندافع ويحاول يضغط على المنتخب المغربي. ربما هذه الطريقه اللي غادي تسهل لنا المقابله. الكره المغربيه عند يوسف جواد عمليه المراوغه كيمار ولكن الكره ما مراتش لاعب اللي كان كيسلل من الجهه ديالو اليمنى دخول على كره سويفا الى خارج خط الخلفي. المنتخب الوطني المغربي الان تصويبات ديال المنتخب الانغولي هو الحل اللي بقى لهم فعلا. هذا هو الحل عندهم تصويب من بعيد فهما ما قدروش يبنيو ولو هجمه ويشكوا علينا خطر الاعتماد على المرتدات والتسديد من بعيد. فالعكس المنتخب المغربي فنشوفوا الان المجموعه اللي فيها الرئيس واسماعيل فهذه المجموعه كتمتاز بالسرعه وكذلك تقنيات عاليه ديال اللاعبين. ضعت يوسف جواد في مرتدى مضاد المنتخب الانغولي هذه صعيبه كيتم استخلاصها ممتازه في المدينه ممتاز دور ديال الحارس مهم جدا على الفرق هذا مسرع مرور امام جوج لاعبين حكم ما عطى والو مرور امام جوج ديال اللاعبين عمليه هجوميه كان امكان ان تعطي الاضافه تصويبه قويه كترتطم بالقائم الايسر للحارس عبد الكريم الانبيا. العمليه الهجوميه المنتخب الانغولي اللاعب اللي صوب هو اللاعب اندرسون فورتس وطريقه ديال التصويب ديالو كانت لازم من يوسف جواد يركز شيء ما لان الهجمه ديالو كانت فرديه ضد ثلاثه ديال اللاعبين فكنظن ما كانش عنده زياده عدديه لانه باش ياخذ البادره لان شفنا سي هشام كيف الصراخ ديالو على يوسف جواد. كنظن بان اللعب الجماعي والصبر في بناء الهجمه فممكن يعطينا اهداف اخرى. تماما كره ليوسف جواد كينطلق في خط الوسط عمليه المراوغه ديالو جوج لاعبين قام تمرير الحكم شاف بانه ما كانش مضايق يعني كيخلي الكره الى خارج خط الخلفي الملعب. كره للمنتخب الانغولي كيحاولوا كان يلعبوا على الكره طوال هشام اللعب المباشر لان الضغط ديال المنتخب المغربي فما كيخليهمش يبنيوا الهجمه من الخلف وكيعتمدوا على اللعب المباشر. الشعراوي كرة في زاوية للمنتخب الوطني المغربي فجميع الزوايا اللي كيكونوا فهم كيكونوا كرات استراتيجية اللي كيكونوا تشتغل عليهم في الحصص التدريبية. كتعب هذه الكرة الشعراوي تصويبة كترتطم باللاعب رقم 6 اندرسون فورتيس وكتخرج إلى الزاوية للمنتخب الوطني المغربي اللي متحكم في المقابلة واللي كيلعب وكيخلي الخصم ديالو أنه هو اللي يجري وراء الكرة هو المنتخب الوطني المغربي. نشوفوا هنا الفرصة ديال التصويب ديال الشعراوي المنتخب الوطني المغربي هو المتحكم في زمام الوقت. بالفعل فالفلسفة ديال المنتخب الوطني المغربي فهي لا بوسيسيون دو فال فإذا كانت عندك لا بوسيسيون فممكن أنك
تجيري المقابله ديالك بواحد السهوله الا كنتي كتدافع في اغلبيه ديال الاطوار ديال اللقاء، فهنا عندك صعوبه لا من الناحيه البدنيه لا من الناحيه ديال الشباك ديالك بانها تلقى اهداف. كره مغربيه محاوله ممتازه كانت بامكانها انها تحمل الجديده من اسماعيل مزرقه بتمريره ولكن ما مراتش، فالكره عند عبد الكريم دياكي بعد الكره مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب. 14 دقيقه اللي بقى الان المنتخب الانغولي الفارق جوج ديال الاهداف، المنتخب المغربي متقدم ثلاثه ديال الاهداف مقابل هدف واحد. المنتخب الانغولي ربما انه ينهج الخطه ديال اللاعب طائر، لاعب طائر اللي هو خط او حارس واشراكه كلاعب للعناصر ديال المنتخب الوطني المغربي كيواصلوا بنفس الطريقه الضغط ديالهم على المنتخب. بنفس الطريقه فالمنتخب المغربي رغم انه متقدم بثلاثه لواحد فهو كيمارس الضغط لانه ما خصناش نخليو الخصم ياخذ الكره وتكون عنده البادره، فكنظن البادره ديال المنتخب المغربي الهجمات المرتده هي اللي خصنا نركزوا معها لانه مسرع سرع بشكل كبير. فكنظن بانه الان كشفنا المنتخب الانغولي بدا كيخرج يحاول يضغط، الان خصنا نركزوا في بناء الهجمه باش لان كنشوفوا الخلف الظهر ديالهم فهو كاين مساحات واللي ممكن نستغلوها. هذه هي النقطه ديال القوه ديال المنتخب المغربي. فصراحة فاليوسف جواد والمستوى ديالو فصراحة فاجئني خصوصا أنه كان توقف كبير، فصراحة فالمستوى جيد ونتمنى أنه يكمل في هذا المشوار ديال كأس إفريقيا بهذا المستوى لأنه لاعب مهم. كرة من الجهة اليمنى عملية ديال المرور من اسماعيل مزال، تمريرة ممتازة هذه محاولة ديال الشعراوي، الشعراوي في الولا الأولى في آخر مطاف كيحصل على زاوية حاول بامكان انه يحقق الكره ديالو، كان يبحث على ثغره تسديد ولكن اخر المطاف كيجيب زاويه، زاويه للمنتخب الوطني المغربي كتنفذ ترجع عند عبد الكريم نبيا. شفنا سبعه ديال الدقائق ايقاع اللي مرتفع كبير وكذلك مستوى، شفنا فرص عديده فكما سبق لي وذكرت لك فقلت لك الشوط الثاني غيكون مختلف بشكل كبير وخصوصا ان المنتخب الانغولي انه كما بغينا نقولوا باللغه ديال الكره فهو تعذب في الجوله الاولى. هذه محاوله من جانب المنتخب الانغولي من خط الوسط كتضيع بين اقدام اللاعب اندريتو سانتوس، تمريره الى خارج الخط الجانبي للملعب. ثلاثة ديال المخالفات مقابل مخالفة واحدة، يجب الاحتياط من الأخطاء من التدخلات. كرة مغربية من جانب إسماعيل مزال كيلعبها مع دويس رئيس فني بخارج قدم اتجاه بوفيد، كرة ممتازة محاولة داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس كيوقف سد مريع أمام هذه الكرة، قام التغطية نملأ الزاوية. فخالد تاخر شيئا ما في اتخاذ القرار فشفنا تردد شيئا ما، فشفنا المنتخب الانغولي الان ولا كيضغط ولا كيخلي المساحات خلف الدار ديالو اللي ممكن يستغلوها وممكن يستغلوها بشكل كبير، خصوصا ان اللاعبين ديالنا لاعبين اللي كيتميزوا مهارات وممكن يسجلوا بها اهداف. كرة للمنتخب الانغولي لكن لم تمر مادام انه كان هناك تواجد ديال خالد بوزيد، الحكم كيعطي زاوية للانغولا. على ذكر الحكام فكنحاولوا نذكروا الحكام ديالنا المغاربه اللي مشاركين في التظاهرة، لسعيد الحاوط لخالد هنيش اللي غيمثلوا التحكيم المغربي. هذه عمليه وجوديه محاوله ممتازه جا اليمنى ادريسي لادريسي تمريره ولكن ما كملاش، الرئيس فني بغى يلعب بفني ايضا اجواء رائعه داخل القاعه بالحضور الجماهيري بطريقه ديال التشجيع ديالو ايضا وكتعطي واحد الصوره جميله للقاء. الوقت اللي كنشوفوا هنا المحاولات ديال المنتخب الوطني المغربي اللي ضغط كل ضغط على المعترك ديال المنتخب الانغولي ما مخليش انه ياخذ راحته في المنطقه ديالو. هذا الادريسي فرصه عمليه هجوميه محاوله ومباشره الى التماس. فصراحه اجواء عالميه هنا في المدرجات، القاعه عالميه 6500 متفرج، فكنظن بان التظاهره غادي تكون ناجحه 100%. ناجحه بصوره واضحه، كره ملعوبه من اسماعيل مزال كاين طرف من الجهه اليمنى، عمليه ديال المرور مع اللاعب بوزيد كينز الكره ديالو ولكن اقرب للحارس الحارس ديالهم جابرييل دومينغو. الجهه اليسرى انطلاقه من بولو بعتلو صباح المغربيه محاوله ديال المنتخب الوطني المغربي بوزيد لعب كرة للجهة اليسرى فين كيتواجد ادريس رئيس فني مرر لادريسي، الادريسي التمريرة ديالو ما كملاتش، ضغط على حامل الكرة،
الضغط على المعترك ديال المنتخب الانغولي. استلام بارز الان من جانب المنتخب الوطني المغربي. حراسه لاصقه رجل لرجل، الخطه التي نجا المدرب هشام بكيك الان. فصراحه من بعد تلقى المنتخب الانغولي ثلاثه ديال الاهداف، عاد شفنا شويه المنتخب الانغولي حاول يلعب وحاول يخرج من يلاه فاق مع تلقي ثلاث اهداف. الادريسي الكره عند مسرير، مسرير لبوزيد، بوزيد الجهه اليمنى، بوريط، بوريط دخل مكان الادريسي كيغير البوزيد، بوزيد عند بلال البقالي، كينطلق تصويبه، التصويبه ديالو قويه كترتعطم او كتلقى الحارس اللي كان في مكان مناسب. فلاحظنا ان الحارس ما عندوش حلول لان الخروج من الضغط خصك تكون مشتغل عليه، فهو كيحاول يلعب لعب مباشر. كيهدف مع بوريط، بوريط التمريره ديالو في اتجاه مسرار، مسرار كيهي نفسه التصويب، مسرار ممكن يصوب مساحه ضيقه، لعبات الكره عند بوريط في الجهه اليسرى، بوريط كيغير الكره ديالو من مسرار، اخذ ورد، ايقاع سريع، تعامل سريع، وتردد، مجرد تردد يخليك انك تفقد الكره ديالك. فمساحه ضيقه، كره الصالات معروفه بانك تلعب في مساحه ضيقه، فخص تكون عندك اتخاذ القرار بواحد السرعه، تفكير، او في بعض الاحيان انك تلعب بدون تفكير. مسرار كيلعب الكره ديالو، محاوله تصويبه كترتطم بالدفاع، محاوله ديال غلق الزاويه بجوج ديال اللاعبين، ما لقاوش الحل نهائيا اللاعبين ديال المنتخب الانغولي، الشيء اللي كيخلي كيبين لنا المنتخب المغربي فارض القوه ديالو اقرب للتسجيل هدف رابع. فصراحه فمنذ بدايه اللقاء فنفس الطريقه ديال المنتخب المغربي، فهو كيبني الهجمه وكيدخل وكيحاول يعتمد على التمريرات القصيره باش ينهي الهجمه، وبواحد الثقه وبواحد الرزانه كما كنقولوا. فكنظن ولحد الساعه راه اننا ناجحين. مسرار يرجع الكره للعيان ميدا، ولكن تمريرات جميلين في هذا، كنظن وقت مستقطع اللي خدم، وقت مستقطع حلو الحل ديال المنتخب الانغولي، المنتخب الانغولي في 9 دقائق، كنشوفوا بان وقت كبير هذا اللي خدم فيه وقت مستقطع. كنظن بان المدرب المنتخب الانغولي فهو تائه وسط الملعب، فما لقاش الحلول لان المنتخب المغربي كيضغط عليه بواحد الشكل كبير. فكنظن التصحيح ديال الاستراتيجيه ديالو او عادي يخرج للضغط، غادي نشوفوا من بعد التايم اوت المعلومات اللي عادي هو المدرب نستمر. ستستأنف المقابلة، سيستأنف المشوار، عزيمة المنتخب الوطني المغربي ومشاركته القوية في كأس الأمم الإفريقية هنا في مدينة الرباط يظهر على أنها يعني مع هذا الجمهور هذا تسير بشكل جيد. هناك جماهير تتابعنا عبر القناة الرياضية. إذن كرة المنتخب الوطني المغربي الآن الى خارج خط جانبي تماس، فهو المنتخب الانغولي الان حاول يعتمد على طريقه البيفو بالخروج من الضغط على رقم 5 اللي كيتميز بواحد البنيه جسمانيه اللي قويه، لكن ما استطاعش بانه يخرج. كنظن بان المنتخب المغربي خصنا الان، هذا هو الوقيته ديال المنتخب المغربي فاش كنكونوا قويين، لما الخصم كيحاول الكره ولا يخرج من المنطقه ديالو، باش يخلي لنا المساله. الكره عند بسراك يلعبها البوريط، بوريط مراوغه كيرجع الكره ديالو للخلف عند بلال البقالي، بلال البقالي تخدير عند بسرار، اخذ ورد بين لاعبين المنتخب الوطني المغربي، يرجعوا الكره للجهه اليمنى عند بلال البقالي، بوريط طريقه ديال بسرار ممتاز ممتاز، مسرار كيلعب الكره ديالو تمرير، حاول معك امام الرد وفي اخر المطاف الى خارج خط الجنوبي للملعب. مسرار قام بمجهود كبير، كان يصوب، كانت عنده فرصه ديال التصويب ولكن استبعدوا المرر، لان اصعب ما كاين الاخ محمد هو الانفراد بحارس المرمى في كره الصالات، فهو صعب شيئا ما. ربما الجماهير كيبان لها سهل لان سهل التسديد او سهل انهاء الهجمه، كنشوفوا الاغلبيه ديال اللاعبين كيوصلوا في الانفراد مع الحارس ولكن كيتسناو الوصول ديال الزميل ديالهم باش يحاولوا تكون واحد انهاء، لان الحارس كيخرج وكيف ما شفنا كيبقى لك في واحد لابوزيسيون اللي هو كيملا لك الزاويه، كيغلق عليك الزاويه وكيبقى في واحد لابوزيسيون اللي ما تقدرش تسجل عليه، فصراحه فكتكون صعيبه الهجمه. الان شفنا الهجمه اللي خرج بها المنتخب المغربي لما ضغط المنتخب في الطريقه ديالنا
فخرجنا بتمريرات جميله وكان انفراد ديال سفيان المسراوي. كره للمنتخب الانغولي تمرير الان من جنوب العنجوا وكومبا انغولا كتمرر كتشعل بوريط. بوريط حاول يمكن انه يلعبها مع المسراوي ولكن ضعفته. هذه العناصر الانغوليه الان سويطه قويه ولكن حارس هدف اختبار حارس كريندية وواضح انه كريندية كذلك في المنطقه ديال انهاء الهجمه بالنسبه للمنتخب الانغولي فما عندهمش حلول عكس المنتخب المغربي اللي شفناه كيدخل بالكره حتى المنطقه ديال حارس المرمى فهما ما كيتغلقوا عليهم الحلول كيلتجؤوا للتسديد. كرة للمنتخب الوطني المغربي مسران عملية المراوغة المرور تدخل قوي من جانب لاعب رقم 5 وهو فلوريو فونتورا. مسران مريرة أخذ ورد ما كملتش جات أنغولية من جهة اليمنى صويبة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. المرتد الهجومي خطير سريع هما كيمتازوا بالمرتدات لانهم لاعبين سرع والبنيه الجسمانيه شفناهم البنيه الجسمانيه اللي قويه فكنظن بان خصنا الحيطه والحذر في المرتدات. لمسه يد واضحه اذا كره للمنتخب الوطني المغربي وخصنا نتفادوا تضييع بعض الكرات اللي في وسط الملعب اللي ممكن تعطي فرص للمنتخب الانغولي لان هذا الوقت الان ديال 7 دقائق و54 ثانيه فهو الوقت الحاسم ديال المقابله اللي خصنا نزيدوا فيها اهداف ونقدروا نشوفوا المنتخب الانغولي التجا الى خطه الحارس الطائر باخراج الحارس وادخاله. وكره ممتازه مغربيه لمحاوله هدف 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 محقق مسرار وجه لوجه امام المرمى الكره ديالو كترتطم بالعرض الافقي غير محدود اليوم باش يسجلها صراحه غير محدود لان التهيئ كان جميل من بقالي اللي هيئ لسفيان فصراحه القائم منع سفيان من هدف. عرض الافقي كان بامكاننا ان نشوفوا هدف رابع للمنتخب الوطني المغربي. اذا الكره للمنتخب الانغولي الان كتلعب عند الحارس جابرييل دومينغو بعد الى خارج خط جانبي الملعب مره اخرى مسرار كيدخل كيبحث على الكره ديالو كيتمكن من ذلك فصراحه الحلول التكتيكيه بالنسبه للمنتخب المنتخب الانغولي فشفنا في اخراج الكره فغائبه بشكل كبير كيحاول يعتمد على الفرديات وممكن لو يكون الضغط بشكل اكثر شراسه فممكن نسترجعوا بعض الكرات اللي ممكن تعطينا الهدف الرابع. كره لمنتخب انغولا من الجهه اليمنى صويبه عبد الكريم مبيا كيف مكمل الكره ديالو المسراوي كينطلق سفيان عمليه هجوميه محاوله صويبه ولكن كتطم بلاعب جواو بعد ذلك كتمشي ضعيفه عند الحارس رجعت عند بقالي أخذ ورد عيان بلال قالي لعب كرة مع العيان عند المسرار عميدة المنتخب الوطني المغربي إلى خارج الخط الجنوبي للملعب كرة للمنتخب الوطني الشعراوي غيدخل الآن تدخلات ناجحة ديال الحارس المرمى عبد الكريم مبيا فصراحة جل التدخلات ديالو كانت رائعة وكيعطي الثقة للاعبين في حراسة المرمى. المدرب خرج مسرار ودخل النائب يوسف جواد ودخل أيضا الشعراوي. فهذه المجموعة الثانية ودخل دريس الرئيس فني. المجموعة الثانية فكنظن بأن هذا الوقت مهم وعرفنا هذه المجموعة بأنهم مجموعة اللي كتعتمد على رفع الإيقاع خصوصا أن أغلبية ديال اللاعبين فهما لاعبين مهاريين. فالمنتخب الانغولي كيحاول باش يفرض السيطره ديالو لكن التركيز ديال اللاعبين ديالنا فالتركيز رائع كيخليهم بان الجل ديال الهجمات ديالهم ما كتكونش ناجحه. سفيان الشعراوي هذا لاعب كان محترف في الدوري الاسباني والان هو لاعب ديال الصقر اكادير وهذا اللي كيكون عن الشعراوي الشعراوي كينطلق محاوله ديالو ممتازه. حارس كيحول المسار ديال الكره
الى زاويه شعراوي الطريقه ديال الانطلاقه ديالو ممتازه. يلا كتذكر المسار ديالو؟ كنذكر المسار ديالو لانه لاعب قوي ولاعب كيمتاز بالسرعه وكيمتاز بالقوه البدنيه. تصويبه جميله من جانب يوسف جواد كتعطم لاعبين كيمشي التماس مرة أخرى. دريس رايس فني كيحاولوا ما أمكن أنهم يغلقوا الزاوية عناصر ديال المنتخب الأنغولي. فشفناه حتى في الضربة الثابتة حاول كيعتمد على حراسة فردية اللاعبين وكيحاول يعتمد على القوة ديالو. كنظن بأن الآن المنتخب الأنغولي حاول شعراوي أمام جوج ديال اللاعبين كيرجع الكرة ديالو فنان في خط الوسط وحتى الطريقة ديالو كبير على أنه لاعب عنده إمكانيات كبيرة جدا. الشعراوي كتنصار مع المجموعة يوسف جواد رجع الكرة عند إسماعيل حمزان ما مراتش صعيبة خاصة فقدان إسماعيل. تدخل ممتاز هنا العودة للغياب التغطية الدفاعية لأنه أمزال نعتبره آخر لاعب مدافع فالشعراوي كيرجع كيتمكن باش أنه يدع هذا الخطر. صراحة تدخل ورجوع رائع ديال سفيان الشعراوي وهنا كيبان لك اللاعبين ديال المنتخب المغربي فهم كما حاضرين في الشق الهجومي حتى في الشق الدفاعي فهم قويين وكيمتازوا. رد الفعل ديال هشام الديك الحرف اللي بصعب فيها لو كسبب إفريقيا في لدنا مجال خطأ عندنا يجب أن يكون أصعب. أكيد فالضغط كبير على سي هشام صراحة بأن كأس إفريقيا فاش كتنظم في هذه الأجواء في هذه الصالة في هذه الأجواء اللي شفنا عالمية فما نسبة الخطأ فخاصة تكون قليلة. فالكأس إفريقيا خاصة تبقى في المغرب لا من ناحية شعراوي تكتم الكرة لاعب المنتخب انغولا كمركز مع الشعراوي هنا محاوله بيضاء كترجع وتدخل رائع ديال المنتخب انغولا بقى مركز مع الشعراوي والكره مشات عن شرط لانه الطريقه باش كيراوغ فهو كان كيشوف فيه وكيتسنى الشعراوي يخطا باش يحاول يمر. كره الانغوليه عند ايباغ كيحاول يمر عن تمريره ضاعت له كانت عند يوسف جواد هجمه مرتده مضاده الان تفوق ممكن يجي نعم تمريره جميله ما كملاتش. يوسف جواد مره اخرى يحاول يمرر كانت 65 الحكم كيقول وصل اللعب كره المنتخب ديال انغولا عمليه ديال المرور في المكان ما يوسف جواد طريقه جيده بارعه. انزل اسماعيل دريس رايس فني حاول ممتازة هدف جميل رائع حسن خاصه الشعراوي واللي تكلمنا عليها فشفنا التثبيت ديال الخصم التثبيت ديال حارس المرمى منتظر سفيان يجي باش يمر ليه باش يسجل فهدف رائع و شوف الرائع ما تصرفش ديالو الشعراوي باش يمشي في الاتجاه ديال الشعراوي كره اناقه لاحظ عليها اناقه أكيد أكيد فهذا هو اللي تبين لك بأن كاين واحد الشغل كاين واحد العمل المقابلات الدولية المقابلات الودية فهذا الشيء كامل كيعطيك واحد الثقة فاش كتجي في منافسة اللي رسمية فكتكون واجد 100% وتحاول ما تضيع حتى شي فرصة. كرة عند الشعراوي كيلعب الكرة ديالو عملية هجومية محاولة مغربية شعراوي محلق عالية اليوم يبدع ويقدم نفسه بصورة كبيرة والمنتخب الوطني المغربي 5-1. هشام نهار منتخب الانغولا نهار لانه في الجوله الاولى فكما سبق لي وقلت لك بلغه ديال الكره فهو تعد بدافع كثير في المنطقه ديالو فالمنتخب المغربي حاول يبقى شاد التركيز ديالو في الفلسفه ديالو والان كنشوفوا بان النتيجه صالحنا 5-1 وهذا الشيء اللي بغينا. فشفنا هدف جميل شفنا مراوغه جميله والتمريره اللي كانت من يوسف جواد بالكعب فالان منتخب ديال الانغولي فالاوراق ديالو تبع صرات ما يمكنش صعيب عليه باش يرجع في المقابله لان المنتخب المغربي من البدايه ديال اللقاء هو اللي متحكم زمام ديال المقابله وشفنا جميع الهجمات كانت مبنيه بواحد الطريقه اللي رائعه.
كرة عند رئيس فني يلعب الكرة ديال محمد إدريسي. الرئيس فني كيغير جهة اليمنى عند إسماعيل أمزال. إسماعيل كيحافظ على الكرة ديالو ضاعتلو. يجب الحذر من مثل هكذا كرة خاصة إذا كان كلاعب وقف اللاعب لأنه الضياع ديال الكرة كيخلي الهجمة المرتدة تكون صعبة. كرة للمنتخب الأنغولي. عملية ديال المراوغة المنتخب الأنغولي أو المدرب ديال منتخب أنغولا الآن يبحث على إلقاء كل الأوراق فيما هجمة مرتدة مضادة. دخول ديال اللاعب رقم 2 انس دحاني والمحاولة الهجومية كيصوب الكرة ديالو استطمت بالحارس انس دحاني كيلعب حاليا بفريق صقر اكادير مواليد 1999. فالربح الكبير في هذه المقابلة هو التدوير ديال جميع اللاعبين لان المنافسة باقا طويلة. وعندنا فني عند اسماعيل مازال وعندنا غير كره التماس عندنا كل 48 ساعه غادي تكون عندنا مقابله. فكنظن بان التدوير جد مهم باش تمشي النصف النهائي والنهائي باش تلقى الطراوه البدنيه ديال اللاعبين ويكونوا في واحد التركيز اللي كبير. الوسط للمنتخب أنغولا عملية ديال المرور دحال كيتمكن الكرة كترجع عند إسماعيل أمزال. أمزال إدريسي إدريسي الرئيس الفني الأخذ والرد بين اللاعبين اللي كيحاولوا أنهم يلقاو الحلول ولقاو الطريق من أجل الفوز بحصة كبيرة. كانت تمريرة من إدريسي ما كملهاش رجعت الكرة للمنتخب أنغولا جهة اليسرى. إصرار ديال إيجاد طريقة من أجل تسجيل المنتخب الأنغولي ولكن كل الطرق موصلة أمام هذا المنتخب للتواجد الجيد للدفاع ديال المنتخب الوطني المغربي. الشعراوي قلت على أنه بصم على أداء رائع وحقق أعتقد ثلاثة ديال الأهداف اللي سجلها في ثلاثة ديال الأهداف وشفنا أهداف جميلة لا من أنس العيان لا من سفيان. الهدف الأول ديال الضربة الثابتة وكذلك شفنا الأهداف ديال سفيان الشعراوي ودي المتعة ديال كرة الصالة. كرة كترجع مرة ثانية للمنتخب الأنغولي كيحاول ما امكن انه يخرج باقل نتيجه ممكنه لانه الان غله التهديف تزيد كل ما مر الوقت الا والشعير العناصر الوطنيه تكثر باش انه يسجل اهداف. العين ديال مجموعه من اللاعبين على التوقيت على الحكم ديال المواجهه لانه ما عندهم ما يضيفوا في اللقاء. فالان شفنا فالمنتخب المغربي خاص ياخذ الحيطه والحذر لان عنده خمسه ديال الاخطاء متراكمه. فالخطا السادس كيعطي ضربه جزاء ديال 10 امتار. فالان احنا منتصرين في اللقاء ما عندناش علاش نديروا الاخطاء. فالمنتخب الانغولي شفناه تراجع للخلف لانه ولا التخوف ديالو بانه يتلقى عدد اكبر من الاهداف. فشنا شنو كريم ديا كيبعد الكره مباشره. الهاجس اللي يصلح المنتخب انغولا هو انهم يلقاو حل باش يوقفوا هذا الاهداف فيما المنتخب الوطني المغربي كيواصل بنفس المنوال بنفس الطريقه لايجاد الحلول لاضافه اهداف اخرى. اكيد التركيز شفنا في الدفاع شفنا عبد الكريم البيا كيفاش كيقوم بالتغطيه خلف المدافعين. فهنا كيبان لك بان المنتخب المغربي فهو مركز في الدقائق الاخيره دقيقه ونصف على نهايه المقابله. فالتركيز جيد جيد من العناصر الوطنيه. جواو كينطلق بالكره ديالو. جواو تمريره الجهه اليمنى تصويبه والهدف. هدف ديال المنتخب الانغولي جا من تصويبه بعيده يعني النقطة الوحيدة ديال اللي ذكرنا بالنسبة للمنتخب الأنغولي هو كيمتاز بالتسديد من بعيد. فربما واحد تراجع شيئا ما اللي رجعنا للخلف كانت هي اللي ساعدت المنتخب الأنغولي على هذا الهدف. فهدف كما كنقولوا لا يسمن ولا يغني من جوع في هذا التوقيت. إلى المنتخب المغربي ركز شيئا ما فكنظن بأننا ممكن نضيف الهدف. سي هشام خدا وقت مستقطع باش يرجع اللاعبين في واحد التركيز ديالهم باش نحاولوا في هاد الدقيقة كل اللاعبين عندك مثلا سمعنا فغالبا التعليمات ديال السي هشام غادي تكون غالبا الاحتفاظ بالكره وعدم التضييع واعطاء الفرصه وكذلك الضغط على المنتخب الانغولي في المنطقه ديالو باش ما نخليوش يحاول يفرض علينا. كنشوفوا بان السي هشام خذا
بدل التكتيك ديال اللاعب فهو عادي يحاول يعتمد على الحارس الطائر باش يحاول يحتفظ بالكرة في هذه الدقيقة وسبعتوني. كنظن بأن الاحتفاظ بالكرة وعدم التضييع وعدم التسرع لإنهاء الهجمة فنظن بأنه عادي خلينا هنا اللي عادي نسيدوا هذه المقابلة ونهيوا بانتصار. إذن مقابلة تسير نحو النهاية والدقيقة الأخيرة، دخلنا الآن في حسابات الدقيقة الأخيرة وما تقدمه من خلال الأداء ديال العناصر الوطنية. المنتخب الوطني المغربي قام بخطة ديال فتى الطائر وهي الإشراك ديال حارس مرمى ولاعب بخميس ديال حارس مرمى باش أنه يكون هناك تفوق عددي. هذه من الخطط اللي نجا المدرب هشام الدقيق. كرة ملعوبة من جانب المنتخب الوطني المغربي، بداية عملية هجومية ولكن إلى الحارس كيلعبوا على اللاعب رقم 6 اللي كيقوم بتسويبات قوية اللي هو أندرسون فورتيس من الجهة اليمنى. جواو كذلك سي هشام علاش اعتمد على الخطة ديال الحارس الطائر، لأن عندنا خمسة ديال الأخطاء متراكمة وأي خطأ ممكن يعطي ضربة عشرة أمتار، ولكن كنظن بأن المقابلة صالح المنتخب المغربي. جوج ديال الثواني على النهاية عندك بأنه قبل انطلاقة هذه المواجهة كان هنالك حفل افتتاحي خاص بكأس الأمم الإفريقية لفترة داخل القاعة يعكس العمق الإفريقي للمغرب، وكان حفلا افتتاحيا رائعا مبيتا هنا استحسنه الجميع في الوقت الذي تابعنا وإياكم الجولة الثانية ونهاية هذه المباراة واللقاء الذي تابعه هو السيد حضور من طرف مجموعة من الفعاليات التي كانت حاضرة السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة السيد شكيب رئيس الجامعة الاهتمامية كرة القدم السيد فوزي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم وأيضا نائب رئيس الاتحاد